السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم رشيد القناوي اللي خبرنا عليكم واحد شويه. احنا رجعنا لكم عاد ثاني باذن الله. اليوم غندير واحد الوصفه اللي سميتها موساكا، لواحد الاكله ايطاليه ومشهوره مزيان في الطليان. حنا غنديروها لكم معنا هنا، وتبعونا وانتم معنا. يلا المقادير: كناخذوا جوج حبات ديال الدنجال، واحد راس ديال الثومه، شويه ديال الربيع، واحد الخزوه، واحد البصله، شويه ديال القرعه خضراء، ومطيشه، واحد الحبه ديال المطيشه، 250 غرام ديال الكفته، واحد شويه ديال الفلفله حمراء، والبزار نخرقو، والملحه، ومعلقه الزبده كبيره، وشويه داكشي اللي كاين. يلا ما تزبطيوش وبقاو معانا. يلا الاخوان، احنا كنبداو ان شاء الله. كنديرو معلقه الزبده ديالنا في اليمينه، ونخليوها تذوب شويه هكذا. انا ديما كندير الكامينات سخن هو الاول. فاش كتذوب الزبده كنلحو عليها داك الراس ديال الثومه، صافي. نخليوها دابا حتى تقلى مزيان. دابا كنلوحو البصلة ديالنا، كتشفى شوية، وغادي نلوحو خيزو. خيزو حيت كيشد شوية الطياب. صافي دابا نخليوهم يطيبو شويه مزيان، عاد نكملو ان شاء الله. هاهي دابا نلوحو القرعه ديالنا هكدا، حتى هي طيب شويه، وحنا غادي دقا دقا مندير بها والو. كنديرو الزيت في المقلاة ديالنا باش نخليو الدنجال، نخليوه كيسخن، وكنبداو نخليوه شي تقلانيت بزاف هادي. هاي 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 حرب الدناجيل. صافي دابا نخليو الدنجال ديالنا، تنخليوه كامل، نحطوها بارتي على ما تطيب الحشوة ديالنا ان شاء الله، ونقادو البيشاميل عاد ثاني ونكملو. احنا غادي دقا دقا ان شاء الله. دابا كنلوحو الكفتة ديالنا هاهي، صافي، وكنخلطوها مزيان مع الخضرة وداكشي، وكنخليوها حتى هي طيب. عاد نديرو ليها غطري ديك الساعة، ونكملو نلوحو الفلفلة حمراء وشوية المطيشة، ونديرو شوية صوص الطوماط حيت مقلتهاش ليكم، نسيتها، محطيتهاش كاع في المقادير. نحطو شوية نكبر عليها شوية ديال صوص الطوماط بإذن الله. احنا اللي خوان دابا شتو فشطو الكفتة دابا شوية، غادي نلحو عليها هاديك الكفتة الحمرا، وغادي نلحو الربيع ديالنا، ونحركوهو على ما طيب عاد تاني الكفتة شوية، ونكملو نلحو مطيشة، ونزيدو شوية ديال صوص الطوماط ان شاء الله. احنا اللي خوان غادي باقي مع الدنجال، هادي هي المقلاة الاخرى اللي بقات فيه. دابا ها الحشوة ديالنا شتا، ها الكفتة، نلوحو دابا هاد المطيشة، ونلوحو صوص طوماط، زلافة بحال هكداك شتا، هاهي، نلوحو غير صوص طوماط، منلوحوش الزلافة، هاهي وي، وشوية ديال الملحة، حتى طيبو عاودو دوقو شوية ديال الملح، دوقو، باش تشوفو، الملحة على حساب الذوق، شوية ديال البزار. ونخرقهم، كاين اللي كيقول ليه الملوين، هاكا هو على الملوين، أنا راه نخرقهم هدا، صافي ونخلط ليا المسائل، عندهم، شا، دابا نخليها تطيب غير شوية مطيشة،
وندوقوا المذاق ديالنا الا كانت خاصها من الحار شي حاجه نزيدوها الملح صافي ونخليوها تبرد على ما نقادو البيشاميل ديالنا ان شاء الله ورا براني احنا الاخوان باش نديرو البيشاميل البيشاميل راه ساهل عرفتوها كاع الناس دابا كيعرفو يديرو البيشاميل الدقيق والزبده والحليب وشويه د الملحه وشويه د البزار هو الا عندك شويه ديال هذيك شي يقول لها الكوزه زوينه حتى هي كتجي معاها زوينه يلا احنا دابا غادي نديرو البيشاميل ديالنا ونكملو ان شاء الله الاخوان شفتوها هكذا كنفرشوا شويه ديال المطيشه لتحت وكنديروا على داك الطنجره اللي قلينا وعندنا البيشاميل ديالنا والفرماج شويه ديال الملح والكفته اللي طيبه صافي فاش كنفرشوا كنديروا شويه ديال الملح بحال هكذا وكنعمر نديروا شويه ديال البيشاميل هكذا ونعاودو نفس الطريقة في القش الثاني هاهي الإخوان الموسيقى ديالنا شتوها دابا كملات دابا ندخلها للفران 180 درجة لمدة نص ساعة على ما يتكراتينا مزيان الفرماج وداكشي وراه برا يلا ما تزبيوش ها حنا الإخوان شتوها ها الموسيقى ديالنا ملي كنخرجوها من الفران شتوها كي كتكون يلا بالصحة والراحة يلا الاخوان يلا وقولنا كي جاتكم في التعاليق وما تنساوش كيما دوم يلا راه بالراحة معكم رشيد القناوي الصحة والراحة